اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام الى حلقه جديده من برنامج المنصه. نحن ابناء هذه الارض كان شعارهم ودافعهم لاحياء تراثها الزراعي المندثر والمتمثل بشجره البن. مبادرات شبابيه طوعت جهدها ووقتها من اجل اعاده الاهتمام بزراعه البن اليمني وتسويقه الى العالم. نظمت العديد من الندوات التعريفية بأهمية البن والعودة لزراعته في العديد من الجامعات اليمنية في الداخل وفي الخارج، من روسيا إلى الهند إلى كينيا، مرورا بباكستان والسودان وانتهاء بالمحافظات اليمنية. كانت الفعاليات المقامة للتعريف بجودة البن اليمني ومذاقه حاضرة في الثالث من شهر مارس، والذي اختاره الشباب يوما وطنيا لتذوق القهوة اليمنية. عن كيف يمكن للمبادرات الشبابية أن تعيد الاهتمام بزراعة البن اليمني مرة أخرى والتسويق له عالميا، سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع سويا مجموعة من التصريحات في بداية هذه الحلقة حول موضوع هذه الحلقة. يكتسب البن اليمني أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية عند المجتمع اليمني، فالبن تاريخ عريق لليمن، كان يصدر من اليمن إلى شتى بقاع العالم، وكان ميناء المخا الذي يطلق عليه موكا هو محور الانطلاقة للبن اليمني إلى فرنسا، إلى إيطاليا، إلى بلجيكا، إلى كل دول العالم. فمثل هذه المبادرات التي تهتم بإعادة إحياء زراعة هذه الشجرة العريقة التي تسمى باسم اليمن، فهو شيء جميل وإيجابي. أعتقد أنه دور المبادرات الشبابية في هذه المرحلة هو دور حيوي ومهم، لا سيما في ظل تراجع دور الدولة وانهيار مؤسسات الدولة في أكثر مكان. مؤسسات الدولة المهتمة في جوانب الزراعة أعتقد أنها منهارة إلى درجة كبيرة، بل أنها محتلة في كثير من مشاريعها الزراعية. لم يبقى لدينا سوى الدور المجتمعي، وفي القلب من الدور المجتمعي تأتي المبادرات الشبابية لإحلال زراعة البن بديلا عن شجرة القات وبديلا عن الأشجار التي زاحمت شجرة البن، ولا سيما شجرة القات التي احتلت مواقعها. مبادرة شباب سعد تعز لتشجيع وغرس شتلات البن في محافظة تعز من أروع المبادرات ومن أفضل الأعمال الشبابية التي كنا وندعو إليها منذ زمن طويل. جاء الشباب وكانت مبادرتهم هذه في حقيقة الأمر هي إعادة لتاريخ اليمن، إعادة لحضارة اليمن، يا أكبر ومنجز يحققه الشباب بعد ثورة 11 فبراير هي مبادرة إعادة شتلة البن وإزالة أوراق أشجار القات. نشكر الشباب على هذه المبادرة ونتمنى لهم. إذن مشاهدينا، تابعنا مجموعة من التصريحات حول موضوع هذه الحلقة وعن المبادرات الشبابية التي كانت في سياق الاحتفاء بيوم البن، والذي خصص له يوم وطني الثالث من مارس من كل عام. لدينا اتصال في البداية من العاصمة صنعاء، الأخت خولة المخلافي. أهلا بك خولة. أهلا بك أخي. خولة، مبادرات شبابية اليوم كانت هي في هذا الأسبوع محتفية بالبن اليمني، هل يمكن أن يكون هناك تأثير لهذه المبادرات وأنها تعمل على إعادة الاهتمام بزراعة البن ومن ثم تسويقه عالميا؟ أولا حابة أتكلم على نقطة مهمة، إنه المبادرات الشبابية هي نتيجة لأحلام المجتمع البسيط، فطبعا اي حاجه هم بيفعلوها بيلامس المجتمع بطريقه اكثر. فاحنا لما بدينا ندشن الفعاليات ونتكلم عن البن، احنا تحدثنا عن المزارع البسيط اللي بيطمح انه يعيد زراعه البن من جديد. لذلك احنا بدينا بهذا المشروع السنه اللي فاتت، فكانت عباره عن زرع شتلات بسيطة من قبل أعضاء المبادرة نفسهم. بعدها تم التكاتف من قبل المزارعين وشباب كثيرين في فيسبوك، حتى وصلت الصوت حقنا إلى نخب سياسية كبيرة، إلى تجار، ومثل ما قلت لك لأن المبادرة نتيجة عن أحلام البسطاء، فكانت ملامسة للمجتمع بشكل أكثر.
أما إذا كنا قادرين على إيصال الرسالة فالرسالة وصلت، والدليل هو أنه حققنا نجاحات كبيرة، منها أنه حددنا تاريخ 3/3 مارس ليكون عيد وطني للبن، إضافة إلى أنه تمت حوالينا نخب وتجار مختصين بالبن ومزارعين أيضا، واهتموا بالموضوع بشكل أكبر، حتى نحن دحين معانا توجه معاهم وينطلق إن شاء الله بمراحل قادمة، إضافة إلى أن نحن منعنا استيراد البن الخارجي اللي كان بيعمل لنا ضربة كبيرة في داخل اليمن وفي خارج اليمن فيما يتعلق بالبن، لأنه في بن يجي لنا من الخارج سيتم طحن هذا البن سواء إذا كان حبوب أو قشور وتحويله بعدين إلى على أساس أنه بن يمني وفي النهاية مش هو بن يمني، وإحنا أصدرنا قرار على منع هذا البن. طيب قولة، الاحتفاء بهذا الحدث وتخصيص يوم هو شيء مهم، لكن برأيك ما المهم الذي يجب أن تعمل عليه هذه الفعاليات والمبادرات الشبابية في إطار دعم المزارع الذي قلت في بداية حديثك أنه يطمح لأن تعود زراعة البن وأن تكون حاضرة في اليمن وتلقى الكثير من الاهتمام من قبل الجهات المعنية؟ أم سنظل في كل عام نحتفي ونغير بروفيلات الشخصية على الفيسبوك ونقيم الفعاليات؟ لابد من خطوات عملية، وما المطلوب من الجهات المعنية حتى ندخل في يعني تنفيذ خطوات عملية يتم الاستفادة منها ودعم إعادة زراعة البن والاهتمام به كمحصول مهم ومحصول وطني ربما يكون له الريادة وتعود اليمن من خلاله للريادة ربما في مجال زراعة البن؟ طيب أنا أحب أوضح نقطة مهمة، إنه المشكلة اللي بنعاني منها الآن هو إن المزارع مش قادر إنه يزرع شجرة البن بسبب إن المردود حقها المالي يرجع له بعد 5 سنوات، فهمتني؟ المزارع الآن بيزرع شتلات القات لأن مردوده قوته محليا أكثر، هو عادل الآن ما فيش توعية كبيرة إنه هذه الشجرة ممكن إنه ترد له المردود أكبر بأضعاف مضاعفة من الشجرة القات. فإحنا الآن اللي بنحاول إن إحنا نفعله هو إن إحنا نقدم توعية للمزارع، يعني إحنا مثلاً الآن ما بنقول له شيل شجرة القات، إحنا بنقول له إزرع شجرة القات، أنت تشتري تزرع ترجع لك محصول مالي عادي، بس إزرع جنبها شجرة البن، وأنت بعد 5 سنوات قارن، افعل مقارنة ما بين شجرة البن المردود المالي اللي حتحصله من شجرة البن وما بين المردود المالي اللي حتحصله من شجرة القات. هذا نقطة. النقطة الثانية إن إحنا لما بدأنا عندنا فعاليات تذوق بن داخل المحافظات اليمنية كنا نشتي نحسن ذائقة المجتمع للبن، لأن إحنا مجتمع نحب القشر قبل كل حاجة، يعني القشر عندنا أهم من البن، فلو تحسنت الذائقة عندنا الطلب محليا بيزيد، هذا من نقطة. وبعدين المزارع بنفسه حيكون متأكد إنه احنا يعني في عندنا الان محليا ناس قادرين يشتروا، اوكي انا بقدر ازرع واقدر ابيع حقي، لانه في خوف من العالميه وكذا، لانه في عندنا تجار بعض التجار مسيطرين على بعض المزارع المعروفه بيصدروا للخارج. هذا من ناحيه. في عندنا كمان مشكله ان احنا بنعانيها معاناه المزارع نفسه، يعني زراعه البن في البدايه تحتاج لها الى تخطيط زراعي، الى مهندسين زراعيين، وكمان الاهتمام المستمر. فيقول لك المزارع انا مش قادر افضي وقتي هذا بالكامل الا لما الاقي لي المردود الاقتصادي تمام. اشكرك جزيلا خولة المخلافي من صنعاء، شكرا لك. ومن روسيا عبر الهاتف انضم الينا اسكندر الشدادي، اهلا بك اسكندر. اهلا عزيزي سامي. ايضا انتم كانت لكم فعاليه واحتفاء بيوم البن اليمني في روسيا، لو تحدثنا عن الصدى وردود الفعل في روسيا من قبل الروس. طبعا ارحب بك وارحب بكل المشاهدين عن السامي بالداخل والخارج. طبعا قمنا فعالية بحضور أكثر من 13 جنسية، سواء كانت من الشرق الأوسط أو من أفريقيا، من الطلاب العرب الجاليات المتواجدة.
أقامت هذه الفعالية الرابطة رابطة الطلاب اليمنيين في مدينة كانوغا بالتناسق وبالمشاركة مع نقابة الموادع اليمنيين ودائرة البن. استعرضنا أول بالفعالية استعرضنا أهمية البن وكيف وشجرة البن هذه من إن البن اليمني أقدم وأفضل أنواع البن، طبعا هذا كله باللغة الروسية. بعد هذا طبعا بعد ما عرفنا بالبن ذوق الموجودين عملنا استعرضنا مثلا تقريبا كم عن موجودين معنا أكثر من 5 أو 4 أنواع القهوة، كم عن البن الخولاني والبن البيضاني والبن كمان بن حمادي والبن الزيافي. عرضنا وقدمنا لهذا للجمهور اللي كان حاضر داخل الفعالية. كان في استغراب يعني وكمان البن اليمني مشهور من قبل عزيز سامي، يعني المدرسين اتكلم في بهم يعني على سبيل المثال أبيلي قدام سنتين بقناة روسية كان في معه لقاء أول مستضاف المذيع يعني كلموا أنه من اليمن مباشرة قلت عندكم البن، يعني شجرة البن أو البن اليمني عزيز سامي الجميع يعرف في جميع العالم مشهور من أفضل نوع البن. لقت الفعالية ترحيب، لقت الفعالية كمان صدى، ويعني ما كانش فيه يعني ما تخيلتش هذا الصدى انه بيكون يعني من هذه الفعالية. الحمد لله حصلنا تجاوب تحت الفعالية، راحوا الناس البول اليمني وكلهم تفاعلوا مع هذا الموضوع. طيب بما انه حصل تفاعل ايجابي وكبير كما تقول لفعاليتكم في روسيا، هل تعتقد ان هذه المبادرات الشبابية اليوم هي قادرة على تسويق منتج البن عالميا وأن تخلق له أسواق ويحصل تفاعل، أم هي مناسبة موسمية كغيرها من المناسبات ربما تمر مرور الكرام؟ عزيز سامي لما تكلمت صديقتي خولة، هذا الدور نحن نقوم الآن كمبادرة شبابية، هذا الدور لازم تقوم بجهة حكومية، لكن نحن كمبادرة شبابية هذا قمنا فيه في العام الماضي والسنة هذه، لكن نتمنى انه بيكون انت كل مثلا اذا شفت الفعاليه في فعاليات حصلت بعده بلدان مثلا في كينيا في الصومال في الهند باكستان تقريبا كثير فعاليات حصلت، هذا بيكون في له مردود فيما بعد اكيد بيكون له مردود. مثلا الان نحن يتذوق واحد البول اليمني بيكلم من غير او بوصل رساله لاخرين اثرنا، لكن احنا في معانا الان كخطه خمسيه انه كزراعه مليون شجره بون خلال 5 سنوات ان شاء الله نقدر نوصل رساله والجهات الحكوميه القادر الحكوميه انها تتفاعل مع هذا الموضوع، لانه اذا عدنا عزيز سامي اذا عدنا هذا اعاده شجره البون واعدنا تصدير البون هذا بيكون مكسب وطني كبير، يعني افهم لك لانه البن اليمني افضل واعرق انواع البن يعني والجميع اشهد بذلك والجميع يعرف ذلك، لكن نرجو من الحكومه انها تكون تفاعل مع النقابه وتفاعل مع دائره البن وتفاعل مع الشباب وتفاعل مع المبادرات، لانه نحب النهايه نمثل الوطن من اجل الكل، نمثل الكل من اجل الى رايه الوطن. نحن كمبادرة شبابية قدمنا اللي نقدر عليه، ورغم أن هذا كان عمل هو مفروض على عمل حكومي، لكن نحن قدمنا هذا العمل عشان نوصل رسالة للعالم إنه هذا البن أصله يمني، وإنه البن إيش أقول لك يعني البن مربوط باليمن من قبل ومن بعد إن شاء الله. أشكرك جزيلا اسكندر الشدادي، كنت معنا من روسيا، شكرا جزيلا لك. ومن روسيا إلى الهند وينضم إلينا من هناك محمد فيصل، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك أخي سامي على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع اليمني الخالص، وسعيد جدا أن هذا الجهد الشبابي اليمني الذي بذل من كيانات وأفراد جاء بدافع وطني خالص ولم تشوبه شائبة الشخصية والأنانية. يبدو أن الصور الآن التي تعرض معنا على الشاشة هي من الفعالية التي أقيمت في الهند، حدثنا عن مستوى التجاوب والتفاعل مع هذا الحدث. في البداية نوجه الشكر أولا للأخوة رواد هذه الفكرة في دائرة البن في نقابة الموالع اليمنيين، ثم لكل من تفاعل
وساهم. كما شاهدتم هذه الصور التي تأتي من الهند، كان التفاعل والإقبال يعني جميل جدا وكبير وبشكل غير متوقع للغاية حقيقة، في بلد اشتهر في يعني كان يعني يعتبر بلد الشاي، يعتبر من بلدان الشاي، بلدان الشاي الأخضر، وأيضا الثقافة الهندية التي كانت محصورة على ما يسمى بشاي الكرك الذي يعني ينتشر في المجتمع الهندي. أتينا بثقافة جديدة وهي ثقافة البن، وعرضناها للشعب الهندي، وكان التجاوب على المستوى يعني الطلابي واسع جدا وحظي بقبول وانطباع جيد للغاية. طيب، بالتأكيد أنكم بما أنكم مهتمين بالترتيب والتحضير لهذه الفعالية، وقفتم أمام أسباب التي أدت ربما إلى تدهور زراعة البن اليمني. لو نتشارك معك الرأي محمد، برأيك أنت ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعته؟ والله الأسباب كثيرة جدا. يعني كان التصور القائم لدينا كيمنيين أولا أن البن كان عبارة عن محطات تاريخية تجاوزناها. بالعكس، البن اليمني كان محطة تاريخية لكنه ما زال قائم، وهو الشيء الذي أوصل اليمن للعالم على أنه يعني على أن اليمن هي أرض موكا، وقدم اليمن بصورة مختلفة للعالم من قديم الزمن وليس من الآن، وما زال يعني الطلب عليه قائم، ولا يوجد عصور هناك مع عصور ما يعني يمكن القول عنها عصور ما بعد البن، كما هو الحال مع النفط أو مع الثروات القومية الأخرى، ولا يمكن أن توجد ظروف بيئية ومناخية ملائمة لزراعة البن اليمني في أماكن أخرى من العالم. فالبن يحمل نكهة الأرض التي نبت عليها، ولا مجال لتقليد البن اليمني أو استنساخه. طيب، رسالة أخيرة محمد توجهها من خلال البرنامج سواء للجهات المعنية أو لمزارعي البن أو للشباب بشكل عام؟ رسالتنا يعني التي نود نوجهها إلى الشعب اليمني أو للمزارع اليمني أولا، أن يعني لاحظنا جميعا أن الفترة الزمنية بين عيد موكا الأول الذي أقيم في العام 2019 والعيد موكا الثاني الذي أقيم في هذا العام، أستطيع أن أجزم أن البن اليمني كثقافة بدأ بالعودة إلى أوساط المجتمع اليمني أولا، وسيستمر حتى يتحول إلى فعل ونشاط وطني في الحقول وبالمزارع أيضا. بعد ذلك سوف تتتابع الخطوات بشكل تلقائي، لتأتي بعد ذلك خطط رفع كميات الإنتاج وتحسين الجودة والتسويق الاحترافي بأيدي يمنية خالصة. طيب، شكرا جزيلا لك محمد يوسف من الهند ومن صنعاء. ينضم لنا عبر الهاتف محمد يحيى. أهلا بك محمد. هلو تسمعني؟ ايوه معك، بس بيتك السابق ما سمعت كلامه يعني سواء. طيب، سؤالي لك، تابعت انت الفعاليات التي اقيمت والمبادرات من قبل الشباب للاحتفال بالبن اليمني، برايك هل هذه الفعاليات مهمه؟ هل يمكن لها اعاده الاهتمام بزراعه البن وجذب الانظار الى البن اليمني وتسويقه عالميا مره اخرى؟ نعم، كانت جيدة جدا وأثرت في المجتمع، خاصة في الأجيال الجديدة يعني والتي لم تعرف البن مطلقا، فرفعت الوعي وعرفت كيف كان نشاط اليمنيين القدماء، وشجعت بعض المزارعين أيضا، وتم زراعة يعني كان الهدف زراعة أكثر من 1,000,000 شجرة، وإن شاء الله يتحقق ذلك. طيب محمد، برأيك أنت ما هي الأسباب أو العوائق التي يعني تمنع عودة زراعة البن مرة أخرى وأن يصبح المحصول الأول يمنيا ويحظى بالاهتمام ومن خلاله نسوق لليمن ربما؟ والله على أظن يعني برأيي شخصيا، أولا هو توعية المزارعين، ثانيا يجب أن يضمن المزارع عائد اقتصادي مجدي، يجب أن يقتنع أن هناك عائد اقتصادي مجدي لكي يستبدل زراعة البن، يستبدل زراعة القدر بزراعة البن.
أشكرك جزيلا محمد يحيى من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وعن ذات الموضوع طرحنا سؤال من خلال الفيسبوك حول الموضوع، نستعرض معكم بعض من التعليقات التي وصلتنا. محمد علي المخمري يقول: ينبغي أن يتوجه الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى هذا الجانب من خلال توفير بذور ممتازة أو شتلات، وأن يقدم الإرشادات للمزارعين من خلال وسائل التواصل المباشرة والوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ينبغي تسويق المحصول بطريقة جيدة توفر عائد مادي يوازي أو يفوق العائد المادي للقات. في هذه الحالة سيتجه أصحاب مزارع القات لاستبدالها بشجرات البن. تعليق آخر لعبد الحكيم يقول: يجب القيام بتوزيع شتلات البن نوع الدوائري والعدين مجانا أو بأسعار رمزية على المزارعين، والتعهد برعايتها ثم شراء المحاصيل منهم بأسعار مرتفعة كي يتم جذبهم لزراعة المزيد من شتلات البن، وخاصة في الوديان الدافئة. تعليق آخر أيضا لعبد الله مصلح يقول: البن مثله مثل أي محصول آخر، تحكمه اقتصادية الإنتاج والقدرة على المنافسة. القات بدون مبادرات يحقق كل يوم توسع بسبب العائد الذي يعود على المزارع منه، وكانت وزارة تقول أنها لا تقدم أي خدمات إرشادية لمزارع القات، لكن رأينا مزارع القات يسبق وزارة الزراعة في ابتكار أساليب في زراعته وحمايته من الآفات وتقلبات الطقس، وكذلك هناك تطوير مستمر لأساليب وطرق التسويق وفتح أسواق جديدة. هناك ملايين من شتلات البن التي تقول سجلات وزارة الزراعة أنها أنتجتها خلال العقود الأخيرة، ولا نرى لها أثر في الواقع كما نشاهد في التوسع السنوي في مزارع القات. تعليق أيضا للأخ مطهر الخدمي يقول: خلال السنوات الأخيرة ساهمت المبادرات الشبابية بشكل كبير في عرض جودة البن اليمني وترسيخ أهمية هذا المنتج المحلي الأصيل لدى الشعب، خصوصا أن الكثير من الناس كانوا متناسين لأهمية البن ومتغافلين عن الاهتمام به وتسويقه داخليا وخارجيا. ونذهب إلى تعليق أخير من الأخ أحمد الكمالي يقول: أهم إنجاز بنظري حققته المبادرات الشبابية ومبادرة عيد موكا بالذات هي أنها عادت البن بقوة إلى صدارة المشهد بعد دهور من الإهمال والتغييب، أعادته ليس كشجرة فقط وإنما عشق. وختم تعليقه بهاشتاج عيد موكا سعيد. إذن تابعنا التصريحات حول الموضوع من خلال الفيسبوك، ونعود للاتصالات والمشاركات، وينضم لنا من صنعاء أستاذ محمد قائد. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعني؟ تسمعني أستاذ محمد؟ طيب، إلى حين جهوز الاتصالات أيضا نعود مرة أخرى لاستعراض بعض من التصريحات التي وصلتنا من مراسلينا حول موضوع الحلقة. شباب دائرة البن بنقابة الموالعة قاموا بعمل عظيم، اللي هو بعمل خطة خماسية لزراعة مليون شجرة بن. قام السنة الماضية بزراعة كمية كبيرة، والسنة هذه اللي هو أمس زرعوا يوم 3 مارس وثبتوا عيد وطني، وهذا عمل عظيم يشكروا عليه. نحن كمبادرة إمكانياتنا ضعيفة وأعمالنا كلها طوعية، نقدر نوعي الفلاحين والمواطنين كمان بأهمية البن لأنه يمثل هوية كل يمني وكذا. موكا كافي اسم عالمي وشهرة عالمية، يعني اليمن مصدر له، فإذا إحنا نرجع للعهد هذا وللتاريخ هذا لازم الدولة تقوم بدعم كبير وتدعم المزارعين. إذا تابعنا جزء من تصريحات من الميدان حول موضوع الحلقة، ولدينا اتصال من باكستان الأخ حسام الأديمي. أهلا بك يا حسام. أهلا بك يا أستاذ سامي، أهلا وسهلا. في باكستان أيضا كانت هناك فعالية ربما للاحتفاء بالبن، كيف كانت الأصداء وردود الفعل من قبل الحاضرين؟ اولا احب اشكر قناه القيس على الاستضافه، وكذلك اشكرها على اهتمامها الدائم بالمبادرات الشبابيه والانشطه الشبابيه. بالنسبه لفعاليه باكستان استاذ سامي، احنا كان عندنا في تزامنا مع عيد البن عيد موكا كان في عندنا فعاليه في جامعه الاداره والتكنولوجيا
كان تجمع فيها الطلاب. كانت الفعالية عبارة عن تقديم البن للطلاب الباكستانيين وطلاب من جاليات أخرى أيضا في باكستان في الجامعة نفسها. يعني ردود الفعل من الطلاب كانت ردود رائعة، حتى أن البعض تفاجأ أن اليمن فيها هذا النوع من البن أو الجودة العالية من البن. أيضا بعض الأشخاص أرادوا المعرفة كيف يمكنهم شراء هذا البن بعد تذوقه. أيضا كان يعني قدمنا البن لأكثر لقرابة 1000 شخص، وكانت ردود الفعل دعنا نقول بمعدل 90% مرضية، و 90% من الأشخاص يعني أعجبوا بالبن اليمني ومذاقه الطيب. أيضا شيء آخر، يعني بعد التجربة التي صارت هنا، نحن من الطلاب اليمنيين في باكستان، بعد الردود المرضية التي تلقيناها من تجربة الجامعة قررنا أن نعيد التجربة ولكن على المستوى التجاري إن شاء الله. في اليوم الاثنين القادم عندنا فعالية أخرى على المستوى التجاري بالنسبة للشركات، سيكون هناك مهرجان تذوق مجاني للبن على مستوى الشركات لعرض البن اليمني وتعريف الناس بالتراث اليمني الأصيل المتمثل في البن. تعتقد حسام أنه مثلا الفعالية القادمة التي مخطط لها أن يكون فيها اهتمام تجاري وعرض تجاري المنتج، أن يحصل تفاعل وأن يكون هناك سوق للبن اليمني في باكستان؟ طبعا هذا هو الغرض الثانوي. الغرض الرئيسي هو تعريف الناس بالتراث اليمني، بشجرة البن، بهذا الإرث الضائع. الغرض الثانوي هو إيجاد سوق تجارية، لأن الناس يعني أستاذ سامي تعرف كان البن اليمني يصدر إلى أغلب دول العالم، فجودته معروفة أعتقد لا خلاف على ذلك، ولكن بسبب ظروف معينة حصلت في فترة زمنية معينة نستطيع نقول أصبح يعني بدأ البن اليمني بالأفول وطلعت بداله نباتات أخرى في اليمن أو شجر آخر في اليمن، وهو القات يعني بشكل أوضح. فالبن اليمني الذي كان يصادر لجميع دول العالم بجودته المعروفة، ما الذي يمنع أن يعاد ذلك المجد مرة أخرى، أن يعاد تصديره مرة أخرى لبقية الدول؟ فكما قبلوه في الماضي بالطبع سيتقبلوه الآن. الجودة التي كانت تصدر إلى العالم وكانت مسيطرة على سوق البن العالمية ممكن أن تعود مرة أخرى، لأن الأرض هي الأرض، الماء هو الماء، النبتة هي النبتة، الجودة هي الجودة، فقط ينقصنا الجهد من ناحيتنا نحن من ناحية المزارعين، من ناحية الحكومة، من ناحية الجهات المعنية فقط. أما طيب بقية الأشياء طيب فهي موجودة. حسام اشرح لنا حسام إذا في إمكانية للعوائق برأيك التي هي اليوم ربما ماثلة أمام عودة زراعة البن والاهتمام به، برأيك ما هي أبرز هذه العوائق؟ العوائق طبعا يعني العائق الأول والأكبر هو وجود شجرة القات وسيطرتها على أغلب الأراضي الزراعية اليمنية، هذا العائق الأول. العائق الثاني هو غياب التوعية للمزارعين بأهمية شجرة البن وبالعائد المادي الكبير. سامي أنت إذا ترجع في إذا يعني إذا طلعت على الموضوع أنت وشفت مردود البن اليمني الأصلي فمردوده لا يقل عن مردود القات، لكن مثل ما قلت غياب التوعية، يعني القات حاليا هو المسيطر. لكنه ربما البن يا حسام ربما يحتاج إلى صبر أكثر من المزارع بالضبط يبدأ جني المحصول. بالضبط، وهذا ما كنت أقصده. فيجب نشر التوعية أنه يعني بالصبر سيأتي المردود الذي ننتظره، ولكن بالصبر. وأيضا يعني شيء آخر ممكن نقول أنه يعيق إعادة زراعة البن هو نستطيع أن نقول ما غياب الاهتمام الحكومي في الجانب هذا. وزارة الزراعة أعتقد أن دورها ضعيف جدا في هذا المجال. أجل عندنا أشخاص يسعون في هذا المجال لكن جهودهم ليست كافية ولا نرى نتائج على أرض الواقع. أشكرك جزيلا حسام الذي من باكستان. عفواً. شكرا لك. عفوا جزيلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك حسام. ومن صنعاء لدينا اتصال مع الخبير في البن اليمني الأستاذ محمد قائد. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أخي العزيز. أستاذ محمد، هذه المبادرات الشبابية اليوم والفعاليات إلى أي حد هي مهمة
وقد تخلق تأثير لإعادة التسويق والاهتمام بالبن مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرات الشباب دائرة البن في نقابة الموالعة كان لها الأثر الكبير على مستوى الجمهورية اليمنية في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء. فقد بادر مجموعة من الشباب بلفت الأنظار لهذه الشجرة التي تعتبر ثروة قومية في الجمهورية اليمنية، حيث تعتبر المورد الثاني بعد النفط. وبالتالي الاهتمام هذا ناتج من حزمة من الأعمال والجهود المبذولة، سواء كانت من وزارة الزراعة والري أو من المبادرات الشبابية من الجمعيات الزراعية المهتمة بزراعة البن أو من مبادرات دائرة البن. طيب أستاذ محمد، أنت بما أنك مهتم وخبير في هذا المجال، ما هو المطلوب الآن حتى يعني نخلق حماس أكثر عند المزارعين للاهتمام وإعادة زراعة البن؟ برأيك يعني ما المطلوب توفيره للمزارعين، وإلى أي حد هناك تفاعل مع هذه الدعوات من قبل المزارعين؟ صحيح معلومة حتى أستطيع أن أجيب بالتفصيل عن هذا السؤال. أنا مدير عام البن في وزارة الزراعة والري، وقد تبنت الوزارة استراتيجية لتنمية هذا المحصول للأعوام 2019-2025، نهدف منها من رفع الإنتاجية من 18,000 طن إلى 50,000 طن. وحاليا في مشاتل وزارة الزراعة لدينا 650,000 شجرة بن في المشاتل، سيتم يعني قد بدأ تدشينها وتوزيعها للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية المهتمة في مجال البن، بما فيهم دائرة البن في نقابة الموالعة. طيب هذا بالنسبة لدوركم أنتم كجهات ربما معنية، لكن ماذا عن التجار والتعاطي؟ إلى أي حد التاجر اليوم يشجع المزارع ربما على الاستمرار في زراعة البن؟ بدون شك، يعني جاء هذا الاهتمام نتيجة ما لاحظناه من مبادرة مجموعة من الشباب. الجيل الجديد من الشباب بأمانة كانوا مبادرين ومهتمين في هذا المحصول بدرجة غير عادية على مستوى العالم، فقد قاموا بتصدير البن بطرق حديثة أعادت الاعتبار والحيبة لهذا المحصول. يعني عندما يقوم بتغليفه وتجميعه بطريقة يعني ملفتة للنظر، عندما يقوم الشباب هؤلاء بفرز البن، تدريب المزارعين عن طريق الوزارة مشاركة في تدريب المزارعين ما هو البن الذي يجب أن يجنى. كان المزارع في السابق يجني البن بطريقة يعني عشوائية، يقوم بجني جميع البن بدرجات المختلفة، الأخضر مع الأصفر مع الأحمر، وهذا يؤدي إلى تدني سعره. عندما جاءوا هؤلاء الشباب وراحوا إلى مزارع المزارعين منتجي البن، علموهم أن يقوموا بجني البن الأحمر الناضج الذي هو فيه مرغوب على مستوى العالم، ويقوموا بعملية فرزه وفرز البن التخصصي عن البن العادي، أي يفرز الحبة الكبيرة عن الحبة الصغيرة. هذا بيعطيه سعر يعني كبير جدا على مستوى العالم، يصل سعر الطن إلى 70,000 دولار. أشكرك جزيلا أستاذ محمد قائد، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ومن كينيا لدينا اتصال مع الأخ أمجد القدسي، أهلا بك أمجد. أهلا وسهلا. أهلا عمر. ربما كينيا تشتهر بالشاي كثيرا، كيف كان التجاوب وردود الفعل مع فعالية البن في كينيا؟ كينيا تشتهر بالشاي أيضا، هناك بن في كينيا، لكن التجاوب كان كبير والإقبال كان كبير من كثير من الناس، سواء المواطنين اليمنيين الكينيين، المواطنين الكينيين من أصول يمنية، أو من المواطنين اليمنيين أنفسهم، أو من الكينيين أنفسهم ومن مختلف الأماكن. يعني ممكن في منهم شاركوا أيضا فعالية كثير، في من أوغندا، في من كوغندا، في من عدة مناطق. طيب أمجد، بما أنه كينيا بلد ربما تشتهر بزراعة والاهتمام بإنتاج الشاي، كيف يمكن الاستفادة من تجربة هذه الدول في اليمن فيما يخص البن؟ ممكن الاستفادة من هذه التجربة، يعني أين مثلا نظرنا لدولة أثيوبيا، دولة أثيوبيا دولة متوفر فيها البن ومتوفر فيها القات، يعني وضعها نفس وضع اليمن تقريبا. لكن إذا أراد يعني الشعب أو إذا أراد الشباب أو أي مبادرة شبابية أنها تعمل مثلا، يجب إخلاص العمل والنوايا يوفي الله في صلاح الوطن والمواطن، وبالتحديد يعني إخلاص العمل للإنسان، أن نعمل من أجل هذا الإنسان. يعني أيضا الشيء الثاني والأهم أنه يجب علينا أن نتجرد من مواقفنا السياسية، من مواقفنا الحزبية، من مواقفنا الطائفية في بيئة هذا العمل فقط. وأكرر كلامي، في بيئة هذا العمل فقط يجب علينا التجرد من هذه المواقف
لأننا إذا علمنا في ظل مواقف سياسية وأخذنا هذه تسبب تفرقة وتسبب تشتت للكيان هذا، فالعمل ممكن يعني بدل ما يكون أشياء بتنهض بالمواطن أشياء بتشتت الوطن والمواطن. طيب. فإذا مشينا يعني إذا فكرنا وإذا مشوا نفس التجربة أثيوبيا ممكن نتطور اليمن، ممكن الإنسان يبدأ يفكر بطريقة إيجابية سواء كان الإنسان هذا مولعي يشتمون أحيانا المولعي أو سواء كان هذا الإنسان غير مولعي. فإذا كان هذا العمل خالص لوجه الله وخالص من صلاح الإنسان المواطن، الكل سيبادر في هذا العمل وكل سيعمل من أجل هذا العمل. أيضا هناك قصة صغيرة أريد أن يعني أسردها لك وللمشاهدين. في 2012 عام 2012 في حياة الجامعة يعني كنا نحن مجموعة شباب لدينا طاقات واجتماعات يعني كبيرة، وكان حين ذلك يعني التكتلات الجامعية التابعة لأحزاب وطوائف معينة كانت تعمل لمصلحة هذه الأحزاب أو المصلحة، فقررنا جميعا بإنشاء كيان سميت جمعية رواد إدارة الأعمال في النهاء، وعملنا فقط من أجل هذا الكيان لخدمة الطالب ولخدمة الجامعة، على الرغم وأن معظم أو غالبية أعضاء الهيئة الجارية كانوا متشددين وكانوا ينتمون لطوائف، لكننا تجردنا في هذا الكيان في جمعية رواد إدارة الأعمال تجردنا من مواقفنا السياسية آنذاك. ولهذا السبب تحديدا لا زالت جمعية رواد إدارة الأعمال تعمل إلى يومنا هذا في جامعة سعيد فرع التربة وأيضا في جامعة سعيد فرع حبيب سلمان. أشكرك جزيلا أمجد القدسي من كينيا، وأختم معك ومع المشاهدين هذه الحلقة بهذا الاتصال من أمجد القدسي. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج برنامج زميل عمر النهمي، وتحية طاقم الفنيين. حلقة جديدة من البرنامج الأسبوع القادم في أمان الله.